بعدي عن طريقي. ماما قليني لشتك عملك بعدي عن طريقي. ماما لا تتركي البيت كإذنك. فهميني بقى لو بتوقف الدنيا كلها بوشي بدي روح، يعني بدي روح. مستعد ليك تروحي من هذا البيت. يلا بعدي عني. ما رح اسمح بهذا الشيء. خلص عم قلك بعدي عني بدي روح، يعني بدي روح. ما بدي اياكي توقفي بوشي. انا ما عاد قادرة اتحمل وهذا البيت ما عاد بدي ابقى فيه ابدا. خلص اتركوني بحالي عم قلكم، ما عاد بدي ابقى. لك انت من وقت شفت وشك ما شفت الخير ابدا، شلون بدك ياني بقى ابقى هون؟ طيب قولي لي ليش بدك تروحي؟ قولي لي ليش؟ ايه ماشي ماشي، ايه ولا ها؟ الو؟ الو، هي انا. فانديتا شوفي ليش خايفة لهالدرجة؟ أجيت أجيت ماما بدها تترك البيت ومو قبلاني. حاولت امنعها بكل قوتي بس هي مو رضيانة وما عم تسمع مني وماني عارفانة شو بدي اعمل فيها. تعال فانديتا اهدي شوي. اهدي، انا جاي فورا رح حاول اجي باسرع وقت. اوكي طيب ماشي. مرحبا مازن، كيفك اليوم؟ منيح. حكيت مع السيد درويش، قصدي بخصوص اللي صار. لو سمحتوا بدنا نحكي بشغلة مهمة. أنا جاي أوضح لكم شغلات يبدو أنها بتهمكم. سمعت هالفترة أنه في انخفاض كبير بالإنتاج، بالإضافة أنه في حكي عني وعن مازن، فقلت لحالي أحسن شيء إجي شخصياً لعندكن ونحكي بالموضوع. أنا سمعت كل شيء عم ينحكى عني وعن مازن وهالحكي مزبوط تماماً. فعلاً أنا وياه كتير قراب من بعض، وإذا بدكن في علاقة بيني وبينه أكبر مما بتتخيلوا. باختصار هاي العلاقة أكبر من علاقة المدير بموظف، وكمان أكثر من هيك، نحن مندير بالنا على بعض مشان نحافظ على هالعلاقة اللي بيننا. ومو بس منحب ندير بالنا على بعض، ما منحب نسمع أي شيء عن علاقتنا. أنا شايفة بعيونكم إنه أنتوا عندكم فضول كتير كبير لتعرفوا شو هالعلاقة اللي بيناتنا، صح؟ إيه صح. ماشي، أنا رح أحكي لكم. يا جماعة أنا ومازن كنا متزوجين. وطبعاً بسبب هذا الشيء نحن كتير قراب من بعضنا. نحن للأسف اتطلقنا من سنة تقريباً، وهالشي صار بسبب ظروف. بس بالرغم من هالانفصال اللي صار بيننا في رابط قوي بيجمعنا، فيكن تسموه صداقة مثلاً أو رفقة قديمة، هالشي بيرجع إلكن. أنا حاسة إنه بعد ما سمعتوا الحقيقة مني وصلتكن أجوبة لكل أسئلتكن، ما هيك؟ ومشان هيك من اليوم ورايح ما بدي اسمع حكي عني وعن مازن بالشركة. وإذا بعرف إنه هالشي صار حسابه رح يكون عندي، لأنه وقتها رح أفترض إنه هالشخص حابب ينزع الشغل.
وكمان رح افترض انه هالشي عن قصد. انا عم حذركن مشان ما تعيدوها. وهلا فيكن تروحوا. امي أجي. امي اجي انت تاخرت كثير، وينك لهلا؟ امي تركت البيت وراحت لعند مانو من شوي. اجي روح جيبها لحقها قبل ما توصل. لا بانديتا، لا ما رح روح. انت شو عم تحكي يا اجي؟ اذا هي حاسه حالها مانا مبسوطه عنا تركيها، خليها تعمل الشيء اللي بيريحها وبس. بس يا اجي هذا بيتها. هذا اللي عم اقوله مزبوط، هذا بيتها، واللي بدي اياه انه هي تحس بهالشيء. فانديتا، أنا تغيرت كتير من جوا، صار عندي إيمان بالله. أنا عم أشعر إنه أي شيء بيعمله الرب معنا أو بيخلينا نعمله فيه حكمة قوية مخباية وراء. مين بيعرف؟ يمكن أمي تعرف غلطها بعد ما تترك البيت وتتركنا. بيجوز إذا تركت البيت وبعدت عنا تقرب منا وتعرف قيمتنا. ماما حاج تبكي، شو صاير؟ ابني للأسف بعد اليوم ما عاد إلي أبدا. لك ابني اللي كان يسمع مني كل كلمة إله إياها صار يتجاهل كل كلامي، بطلب من مرته كله من وراها هديك الخبيثة. حياتي كلها ما كنت متخيلة إنه يرد بوشي ويلحق كلام مرته. لك يا ريتني متت وطلعت روحي قبل ما أشوف هالشغل وأنا عايشة. اوعى تحكي هالحكي، مو محرزة ماما، بعدين حاجتك بكي. ما في شي محرز لتنزلي دموعك، خلص بتعيشي معي وبحطك بعيوني وخلينا نشوف مرته لأجيت شو بدها تنفع وشو رح يستفيد منها. صدقيني وحياتك فترة ورح يرجع يركع قدام رجليكي، بس لا يا عفة رح يرجع يبوس ايدك وشو قفا مشان ترجعي تعيشي معه بالبيت، وبتشوفي اذا ما رح يحط رجليه بظهره ويقلعها. بكفي مانو، ليش عم تحكي عنا للبنت؟ مو حرام عليك تقولي هيك؟ لانها بتستاهل اللي قالته. من وقت ما اجت على بيتنا خربطت لنا حياتنا ودمرتنا. راسيلا، أنا بعرف إنه اللي صار لك أنت بآخر سنة فعلاً سيء، بس أنت بتعرفي كتير منيح راسيلا مين المسؤول عن هذا الشيء. ماما؟ فانديتا هي بنت كتير لطيفة ومحترمة. محترمة؟ ولطيفة كمان؟ ها؟ كنت متأكدة إنك ما رح تحسي بوجعي. ماما؟ صدقيني لو كان عندك كنة خبيثة مثل هالكنة اللي عندي كنتي حسيتي باللي صاير معي. مثل ما عم قلك، استثمر هالمحل واتكل على الله. بعرف مخاطرة، بس إذا ما خطرت بالوقت المناسب أكيد رح تبقى حياتي مثل ما هي. وأنت بتعرف أحلامي كتير كبيرة، ومو ناوي أقضي حياتي بغرفة 10 متر ب10 متر. مشان هيك خسارة كبيرة إذا راحوا هالمصاري، فما تقلق استثمرهم. لا تخاف، أنا عندي ثقة كبيرة بحساباتي. باي. أستاذ ما بدك تروح على البيت؟ ما ضل حدا بالمصنع. عندي لسه شوية شغل. قل لي شوفي شو القصة؟ أستاذ اللي صار اليوم بالشركة ما له منيح أبدا. الحق معك، أنا استغربت كتير كيف وحدة مثل جانا تتزوج عامل عادي مثل هذا يلي اسمه مازن. فعلا هيك، كيف بنت حماله صاحب الشركه بتكون مرته لعامل عادي بيشتغل بالمصنع هون؟ بكفي انسى، مو شغلنا هاد. هالموضوع ما بيهمنا، وفي عنا شغلات اهم بكتير لنفكر فيها. هاد تفضل روح على شغلك. غريب فعلا، شي بيخلي الواحد يجن. يلي صار اليوم كان غريب كتير، ويبدو رح يصير اكتر.
سواتي هون؟ تعالي سواتي. وأخيراً شفناكي عنا بالبيت. صدقيني مشتاقة لك كتير، بس ما كان عندي وقت لأجي وشوفكم، واليوم قلت لحالي لأترك شغلي وأجي زوركم وأتسلم معكم. برافو عليكي إنك إجيتي. تعالي تفضلوا، أنتوا عدوا دردشوا شوي وأنا في عندي شوية. ماشي ماشي. إيش لونك؟ وينك كل هالفترة؟ من بعد ما تجوزت نقلوني على دلهي، وبسبب المسؤوليات الكبيرة اللي كانت علي هنيك ما عاد قدرت لا أروح ولا أجي، وكل الوقت وأنا بالشغل. والحمد لله جوزي كان دائماً واقف جنبي وقدر ظرفي منيح، وكان على طول يساعدني. أثبت لي إنه هو بيحبني وأنا كتير مبسوطة معه، وأنا كمان كتير بحبه لدرجة صرت خاف إنه حدا يحسدنا على حبنا. وأنتي كيفك؟ سواتي رح أعمل لك كاسة شاي ظريفة مثل ما بتحبيها، ماشي؟ جانا أنا بعتذر منك، صدقيني ما كان قصدي إني أجرحك، بس طلع الحكي غصبا عني. أنا حكيت مع عمي قبل ما تجي وهو حكالي كل شيء. مو مشكلة، تفضلي يلا خلينا نطلع لبرا. يلا. صحي عمو خبرني إنك أنت كملتي دراستك وصرتي مديرة بشركة كبيرة كتير كمان، عن جد هيك؟ إيه كتير منيح، أنا مبسوطة لهالأخبار الحلوة. تفضلي. تعرفي جانا أنت عملتي شغلة كتير منيحة إلك إنك كملتي دراستك، يعني الواحد ما عاد بياكل همك أبداً بعد ما صار معك شهادة. إيه صحيح، نسيت إلك شغلة كتير مهمة، ابن عمي بيشتغل بنفس الشركة اللي أنت فيها. عن جد؟ طيب شو اسمه؟ جايوان تراني. الأستاذ جايوان؟ على فكرة منشتغل بنفس القسم. هو شخص كتير منيح وكتير ساعدني أول ما توظفت هنيك. أنت كمان كتير منيحة جانا، أنت بتساعدي كل الناس. تعرفي؟ أنا متأكدة إني محظوظة كتير بحياتي لأنك أنت رفيقتي. مازن ما كان لازم يعمل هيك، هو ضربني قدام الكل مع أني ما عملت له شيء، بس ما رح أرتاح حتى أسترد حقي كله. خلص انسى اللي صار، وأنت بديت بالأول. شو نسيت وقت قلت إنه جانا مرة كتير حلوة؟ حكيت هالحكي قدامنا، لا تحاول تهرب من الحقيقة لأنه الحق عليك. وطبيعي مازن يعصب، لهيك سكر تمك وسكوت. حاضر مثل ما بدك، رح سكر تمي، بس ما رح رد ايدي عن اي شيء بتعمله لاسترد حقي. مع انه انا من طبعي ما بحب استخدم العنف ابدا، وبفكر مليون مره قبل ما اتصرف واضرب الشخص اللي بكون قدامي لانه باذيه. لا لا، بس نحن التنتين رح نجي، انا وبنتي شرفاني وساشين الصغير. لا ما رح نقعد أكثر من يومين لأنه ما فيني أتأخر، مين بده يدير باله على البيت؟ رح نسافر بهاليومين. إيه بحاكيكي بعدين. ابني شو صاير؟ مين عامل هيك فيك؟ ابني اللي متخانق مع حدا؟ من شان الله يا ابني احكي لي بسرعة كيف جرحت وشك. صدقيني يا أمي ما في شي بيخوف، كلياتها ضربة صغيرة وما لها حرزان بنوب. ضربة صغيرة؟ عود لشوف، عود 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 يا ابني. يلا هلا هي ضربة صغيرة مازن، ما رح صدق لحتى اطمن وشوفها بعيني. يا ماما انا خلص بترجاك، احكي لي الحقيقة كاملة، ما بدي تخبي عني اي شيء. بترجاك يا ابني احكي لي، انت تخانقت مع حدا شيء؟ اللي يا ابني نحن اهلك لا تخبي علينا. يلا يا ابني ليش ما عم تجاوب؟ شو صار معك؟ ماما في عامل اسمه براكاش بيشتغل معي وكان عم يحكي. وانت ليش لحتى تتخانق مع هالزلمة؟ انت شو إلك علاقة فيه؟ وإذا حكى يعني ضروري تروح تتخانق معه؟ كان أحسن لك كتير لو انك تجاهلت كلامه وما رديت عليه أبدا. شو عم تقولي؟ لازم اتجاهله؟ ما بتخجلي من حالك؟ عم بقلك عم بيشوه سمعتها.
واحد عم يحكي عليا ويقلي الاحترام قدام الناس. الكلام اللي حكاه كتير وسخ، وبدك كاني ما رد عليه كمان. ويكون بعلمك كان ممكن اعمل نفس الشيء حتى لو ما كانت جانا، فما بالك اذا كانت هي. صدقيني ندمان اني ما كسرت له راسه، كان لازم ادعسه برجلي وادعس له على رقبته كمان لحتى ربي له الواطي، لانه ما حد بيهمني لو شو ما صار يصير. مانو انا مليت وفقعت روحي من القعده بالبيت. معقوله هيك بتقضي حياتك؟ ما انتي مثلي طول النهار بتضل خلقتي بخلقه فاندو للمساء، ولما بيخلص اجيت شغله بيجي على البيت خدي على طلبات واوامر بقى، وطبعا طول النهار على خناقات ونقاشات لعمه كله اضرب من بعضه. مانو ها ما في شي طريقه نتسلى؟ يعني مثل شو مثلا؟ مثلا منروح منحضر فيلم، او منروح على السوق منشتري لنا شويه اغراض، ها، او منروح منتمشى مثلا، وبعدين منروح على شي مطعم ظريف ومناكلنا لقمه طيبه ومنرجع على البيت فورا. ماشي ماما؟ شو عم تقولي انت؟ معقوله مانو من وقت صارت هديك المصيبه معي وانا عم حن لهديك الايام اللي كنت فيها كثير مبسوطه، وهلا تخيلي صرت اترجى اقرب الناس لالي بس مشان نطلع مشوار. ايه خلص مو مشكله يا بنتي، كنت مفكره بدك يعني اكون مبسوطه. ماما شو هالحكي اللي عم تقولي؟ وحياتك ما عندي اغلى منك. معقوله يعني اني ما حقق لك هيك امنيه صغيره؟ بس يا ماما انا ما فيني اطلع لانه في مشكله هون. وشو هالمشكله؟ المشكله فينود يا ماما. قولي لي شو بدي اقول له؟ ومثل ما بتعرفي اذا طلعنا هلا اكيد رح نطول، وخاصه انك معي، فهمتي؟ مانو لقيتها. شوفي انا صرت مرة كبيره بالسن، ماشي؟ وطبعا معرضه باي وقت انه يصير معي شيء. ماما شو هالحكي الفاضي هذا؟ شو هالحكي يعني؟ شيء طبيعي انه ضغطي يرتفع. واحتمال انه السكر يرتفع كمان، وبتعرفي دكتوري بمنطقة بندرة مو هيك؟ فعلى اساس انه نحن رحنا لعنده لاني تعبت كثير ومرضت فجأة. ها؟ بتعرفي ماما عن جد انت رهيبة. شوي وبرجع لك. ليكي مانو انا كنت رايحه لعندك مشان احكي معك. ها قولي ماما. ليكي بصراحه يا بنتي انا قبل شوي اجاني تليفون ضروري، ومشان هيك انا فكرت اني خلص شغل البيت وروح مشواري، وبكره الصبح بكون هون. ماشي. يعني ضروري اليوم؟ ايه ماشي ماما فيكي تروحي. طيب شو في مانو؟ في شي مشكلة؟ لا ماما بس بصراحة انتي بتعرفي حالة ماما مانا كتير زابطة، هي متوترة شوي هاليومين، وبصراحة أكتر كأنها تعبانة اليوم. شو هالحكي؟ يعني اختي راسيلة تعبانة؟ بصراحة استلا ضغطة وكان مرتفع شوي كمان، يا حرام ما عم تقدر توقف على رجليها، وأنا كنت عم فكر اني اخذها على الدكتور. طبعا لازم تروح، ما بيصير الواحد يهمل صحته وخاصه بهالعمر يا مانو. بس المشكله انه شلون بدي اخذها؟ دكتوره ببانترا، وبتعرفي بدنا نص نهار لنوصل لعنده،
يعني مشوار طويل شوي، وانتي كمان عندك مشوار ومضطرة عليه، لهيك منأجل مشوارنا أو مشوارك. أنا برأيي برجع باخدها بكرة بعد ما ترجع. لا ما بيصير هالحكي. معقول فضل مشواري على مشوار له علاقة بصحة أمي؟ روحي خديها هلأ، بتحملوا حالكن وبتروحوا فوراً على الدكتور تبعكن. أنا ما تاكلي همي، بتصل بجانا وبقلها أني مو رايحة. مو مشكلة، برجع بروح بعد كم يوم. شكراً ماما، شكراً كتير. وينك بابا؟ هاي ماما، بظن إنها رح تجي. إيه أمي، قولي. جانو ما رح أقدر إجي اليوم. ليش ماما؟ شو صار؟ بتعرفي أختي راسيلة قاعدة عنا هون، لأنه هي وابنها أجيت متخانقين مع بعضهم، ولهيك إجت تقعد عنا فترة، ويا حرام اليوم فجأة تعبت واضطرت مانو إنها تاخدها على الدكتور، وأنا لازم ضلني بالبيت مشان بوني وروشي، لأنه ما فيهم يبقوا بالبيت لحالهم. ماشي أمي، مو مشكلة، بس أول ما يصح لك تجي فورا. برشا أنا حابة أقلك شغلة بس ما تتضايقي. أمي أنت فيكي تحكي كل شي بقلبك وما رح أتضايق منك أبدا. برشا أنت وساتيش جوزك صار لكم سنة متجوزين، يا ترى شو عم تفكروا لبعدين؟ أنا قصدي يا ترى أنتوا ما عم تفكروا تجيبوا أولاد؟ أمي أنا ما بظن أني جاهزة لفكر بهالشي هلأ، لأنها شغلة مو سهلة، وكمان بعتقد أنه أنا ماني جاهزة أبداً لحتى أكون أم أو دير بالي على ولد. يعني أمي لسا بدي شوية وقت لهالشي. مثل ما بدك، كان هالكلام جواتي وخلص حكيته. بالنهاية هالموضوع بيرجع لك ولجوزك، بس أنا اللي بدي أقوله إنه الولد هو فعلا مسؤولية، بس مسؤولية كتير حلوة. صدقيني يا بنتي أنا بحكي هالحكي من شانك مو من شاني، لأنه مشغول بالي عليكي، وطبعا أنا ما فيني أجبركن إلك ولجوزك على هذا الشي. رح نحاول نوصل على دادار بسرعة، ومن هنيك رح ناخد قطار تاني. ها؟ هاتي عطوطة، هاتي عطوطة. شو هيفيل؟ العمى بعيونك، قومي من هون، قومي تضربي بهالوش. قومي لشوف، ولد نايم بحضني مانك شايفتي؟ وقعدة عم بتدفشي مثل الفيل. خلص نومي بقى. ها العمى، شي بيقرف، لكن العي روحي عدي غير هون، يخرب بيتك. شو ما بتسمعي طرشانة كمان؟ قومي لك، قومي تضربي بهالمنظر، تكفشي معي. يا دخيله ماما، إذا عم يعذبك أعطيني إياه عنك. يا عيون ستات. مرحبا. أهلين أهلين، شرفاني. خدي عليكي، روحي لعندك عدي ارتاحي. ساشي رايحين على شي محل؟ رايحين على ناسيك، بدنا نشتري له شوية أغراض للولد من هنيك. عم يقولوا في هنيك شغلات كتير حلوة وكمان رخيصة، قلنا لنروح نشوفها. ساشو تذكرتني ما هيك؟ قلي مين أنا؟ أنا عمته جانا، تذكرت؟ أمي بقدر أحمله؟
بيكون أحسن مشان الولد. كل ما كان بعيد عن جانا كل ما كان أحسن له. هذا هو، يلا الحقوا بسرعة، ما بدي ولا عظمة تطلع منه صاغ بجسمه، بتكسروا لي إياه تكسير. وانتبهوا، بدي حذركن، صحيح عم قلكن اضربوه بس ما بدي إياكن تقتلوه. يلا روح أمرك جد. وقفوا، شو قلتلكن ها؟ شو قلتلكن؟ أنا قلتلكن ضربوه بس ما تقتلوه وتخلصوا عليه. امشوا بسرعة قبل ما تجي الشرطة. يلا يلا بسرعة. بترجاك شوفه وضعه كثير سيء. طيب مازن يا لطيف، شو صاير معه؟ كلياته جروح ومدمه كمان، شو صاير معه؟ حادث يعني؟ لا دكتور، هدول جماعه هاجموه ضربوه وانا مارقه شفتهم لأ احد نص الطريق. دكتور الله يخليك ساوي له شيء، انا كثير خايفه عليه انه يصير له شيء. بعتذر منك، هي جريمه عن قصد، روحي على المغفر ولازم تقدمي البلاغ وبعدين بنعمل له كل المطلوب، وغير هيك ما فينا نعمل شيء ابدا. بس دكتور انا كثير اسف. دقيقة يا دكتور، أنا بتعهد أني روح على المغفر وأقدم بلاغ وكمل كل الإجراءات المطلوبة، بس على الأقل بلشوا بالعلاج أحسن ما يصير له شيء. بترجاك دكتور. آسف مدام، ما فينا نعمل شيء، بعدين بتلحقنا المسؤولية، لأنه إذا بلشنا بعلاجه ولا سمح الله صار له شيء معنا وقتها رح نوقع بمشاكل وبتجي الشرطة وبتقبض علينا. نحن ما فينا نخاطر أبدا. اعذرينا أرجوك. لك بس افهمني شلون بدي أعذرك؟ انت من واجبك كدكتور انك تنقذ حياته، مو تتركه يموت.
عم اقول لك رح اعمل الاجراءات. لو سمحت يا دكتور حياته بخطر. خلص انت بلش بعلاجه وهديك الشغلات ملحوق عليها. شوفت عينك دكتور وضعه ما بيتحمل اي تاخير. بترجاك يا دكتور انقذه قبل ما يموت. رجاء دكتور لا تخليه بهي الحاله. طيب قولي لي هو شو بيقربك؟ شو عم يصير هون؟ هي مستشفى، يعني مو على كيفكم تصرخوا تتخانقوا في مرضى. دكتور المدام هون جابت المريض لعنا وانا قلت لها روحي على المخفر وقدمي لنا بلاغ، بس هي ما عم ترد. شلون ما عم رد يا دكتور؟ قلت لك بلش بعلاجه وانا بكمل الاجراءات لانه وضعه كثير خطير. تفضل شوف حالته لو سمحت دكتور. مازن مازن مشان الله ساوي شيء يا دكتور. الحق معك، حالته كثير خطيره ولا يهم. لو سمحت ساعده. لو سمحتوا بعثوا لي نقالة لهم فورا. بس يا دكتور بلغ الشرطة. فينا نساوي له يا بعدين، نحن واجبنا كأطباء ننقذ حياته. بعدين لك الحادث حديث. عفوا ما فيك تفوتي لجوا، روحي على الريسبشن وملي الطلب. جاي جاي خلص خلص حاجة ترن جاي لعندك. ألو مرحبا بابا، أنا جانا عم بحكي. جانا؟ شوفي يا بنتي قولي لي شو اللي صاير معك؟ ليش هيك متوترة؟ بابا أنا بابا مازن. شو بو مازن؟ جانا سألتك شو بو مازن، جاوبيني. شبكي ساكتة هيك ما عم تجاوبيني؟ لك يا جانا عم بسمعك أحكي. بابا في جماعة ما عرفتن مين هن ضربوا مازن. جانا روقي شوي ولا تبكي. مازن ما رح يصير له شيء، أنا جاي فورا. ماشي بابا بس مشان الله بسرعة. ممتاز، لحالك كتبتيه؟ ماشي وهلا بس دقيقة خليني أشوف مين على الباب. ليكي بوني شوفي مين إجا. شوفي بوني شوفي شو جابت لك الماما، بيتزا وشاورما وشوكولا كمان. ماما أنا آسفة بس بصراحة نسيت إنك أنت بالبيت. أنا بعتذر منك لأنه من كل عقلي مفكرة إنه ما في غير شخصين هون، مشان هيك عذريني ولا تزعلي مني. ما في مشكلة، أنا أصلاً عاملة أكل بيكفينا كلنا، هلأ باكل من طبخي. ها؟ عن جد أنت طبختي اليوم ماما؟ إيه؟ أنا عملت أكل لأنه ما كنت بعرف إنكم رح تاكلوا برا. قلت لحالي الأخت راسيلة صحتها تعبانة وما توقعت إنكم تجيبوا من أكل السوق. لا خلص أنا صرت منيحة سوشنا. بالحقيقة أنت غلطانة لأنه كان لازم تسألي مانو على القليلة قبل ما تساوي أكل. ماما؟ عم بحكي معك هيك مشان ما تعملي أكل على الفاضي. يعني على القليلة اتصلي فينا بالأول. أنتوا اللي كان لازم تتصلوا. على كل حال أنا آسفة إني طبخت لكم، عذروني. حصل خير يا جماعة، المرة الجاية بتصل بمانو قبل ما أطبخ. ماما
العملية نجحت بنسبة كبيرة، وهلأ نحن كأطباء ما فينا نعمل له شيء لحتى يفيق من الغيبوبة. طيب بيطول شيء دكتور ليفيق؟ صدقيني يا مدام ما فيني أقول لك أي شيء هلأ، لأنه الجرح يلي عاملين له إياه براسه غميق وكبير، والمشكلة إنه هذا النوع من الجروح الداخلية للأسف بيوصل للدماغ. نحن ساوينا اللي بنقدر عليه والباقي على الله. مازن فتح عيونك، أنت دايما كنت تقول ما بتحب تشوف جانا عم تبكي أبدا، ما هيك؟ وهلأ ليكني عم ببكي. مازن مشان الله فتح عيونك، مازن رد علي، مشان الله رد علي يا مازن. انت يا بنت شو مفكرة حالك عم بتمثلي بشي مسرحية وقاعدة عم تتدربي على دورك؟ هاي الغرفة عامة مانا خاصة والعياط ممنوع، فهمتي ولا لا؟ بس انا ما بدي ولا عذر. اذا بدك تضلك عم تبكي بصوت عالي خدي هالزلمة على غرفة خاصة وبكي قد ما بدك هنيك، فهمتي؟ العم على هالعالم ما بتقدر انه في حدا نايم وتعبان. لا تفقسي لي نومتي، مو ناقصني دخيلك من غير شي، بضلني ساعه لحتى اغفى ونام. لك انا ماني محظوظه بالمره، تخيلي صار لي 6 شهور قاعده بهالغرفه ولا مره بهالفتره كلياتها اجاني مريض مثل العالم والناس. اول شي اجى عجوز طول الليل بضلوا عم بيشخر وما بيسكت بالمره، وطبعا ما في ليله بهديك الفتره نمت فيها وشبعت نوم. وهلا الملكه الحزينه يلي عم تبكي على حبيبها. ليكي أنا ما عندي مشكلة بالمرة أنك تبكي، ابكي قد ما بدك، بس لو سمحتي ما بدي اسمع صوتك، ماشي؟ العام على هالناس اللي بلا ذوق. مازن شبكي وين شاردة؟ بصراحة ساتيش ماما عم تسألني اليوم إنه ليش ما منفكر نجيب ولد؟ أنا فكرت إنه أهالينا غير كل العالم، بس طلعوا كمان بيفكروا مثل باقي الناس. مو حابة زعلها، بس صدقني الموضوع كبير ومو خرجنا بنوب. هذا قرار مو سهل، مسؤولية كبيرة، وأنا ما بدي أخذ هيك قرار بعجلة. ليك ساتيش هذا الموضوع مو مزحة ابدا، بدك تعتني بالولاد وتدير بالك عليهم، وبدك تنتبه لصحتهم ولاكلهم، 100 شغلة وشغلة ونحن مو قدها. اللي بقى كيف رح نتصرف؟ فارشا ماما قالت شو هي رغبتها، بس مو ضروري انه تكون رغبتك كمان. هاي حياتنا نحن، وقرار الولد كتير مهم بالنسبة إلنا ومانو سهل، ولازم تعرفي إنه لا أنا ولا غيري أبداً بيقدر يغصبك. وبتمنى إنه أمي تفهم هذا الحكي منيح. شكراً إلك. على شو؟ لأنه كل مشاكلي بتحلها بدقيقة. مازن نمت وفقت ولساتك عم تبكي؟ ما بيصير هيك يا بنتي، صدقيني انا عم بحكي مشان صحتك. يا بنتي انا عم بحكي هيك مشان تتغلبي على ظروفك. انت بتآمني بالله؟ بتآمني مو هيك؟ ساوي يلي رح اقول لك عليه، بتغمضي عيونك وبعدين بتدعي له جواتك يا بنتي، وان شاء الله بس تفتحي عيونك ان شاء الله هيك بخف وجعه شوي وبصير احسن. صدقيني الدكاترة هون جنوا بحالتي، ولو على كلامهم متت من زمان. وبالنسبة إلي كنت متأكدة اني ما رح موت بفضل دعواتي لربي، ولكني واقفة هون. صدقيني اذا بدك تستني الدكاترة يلي عنا، والله العظيم قتلوا اغلب المرضى يلي جوات هالمشفى. مالك غير تدعي لربك، هو الوحيد يلي بيساعدك وبيرقف بحالتك. يلا قومي لك بنتي، يلا قومي دعي لربك. ليكي
أنا حبيتك ومن شان هيك عم قلك شو صار معي لتستفيدي. صلي وادعي لربك، هو الوحيد يلي بيشفيه وبيساعدك يا بنتي، فهمتي؟ استني شوي على جوزك وبتشوفي كيف رح يقوم على رجليك. الله يشفي يا بنتي، خليكي قوية وحاجتك بقى تبكي. مازن، انت منيح؟ جانا انت مازن؟ شو اللي صار معك يا ابني؟ مين هدول اللي هجموا عليك؟ بابا، انا مو متذكر وش حدا فيهم، بس بذكر انهم كانوا اربعة. مو مشكلة مازن، لا تزعج حالك، بس تطلع من المشفى. لكل حادث حديث. لو سمحت، انت شو بتقربه؟ أنا بكون أبوه، وهي جانا زوجته. الخطر خف عن الأول، مازن استجاب منيح للعلاج وأكثر مما توقعنا بكثير. وعيه رجع له بسرعة، واللي كان مخوفنا أنه تطول هالغيبوبة ولا سمح الله يصير له شيء. شكرا دكتور، شكرا كثير إلك. وأنا بعتذر منك، لأنه الطريقة اللي تعاملت فيها معك مو منيحة، لأنه كان لازم عالجه من الأول، بس القوانين صارمة شوي وما فينا نتخطاها دائما، لأنه هي عادة المشفى هون. مرة ثانية بعتذر منكم. ولا يهمك دكتور، اعتذارك مقبول. دكتور، من بعد إذنك لو سمحت فينا نبقى مع مازن شوي. أي طبعاً، واحد منكم لازم يبقى عنده. لا جانا، أنت اليوم ما إلك روحة على البيت أبداً، لأني بعرف منيح إنه مازن بحاجتك وما بيستغني عنك. أنا رح روح، هم؟ الصبح بشي، إذا احتجتي شي اتصلي وفوراً بكون عندك، أوكي؟ أنا رايح. ألو جانو، وينك بنتي؟ تأخرتي، أكيد تركتي المكتب من وقت طويل. ليش ما رجعتي لهلا؟ بابا في جماعة ضربوا لمازن. شو؟ ليكي بنتي اسمعيني شوي، أنت عم تقولي إنه أمه لمازن مانا هونيك، ولا حتى شرفاني، وبرأيي خليكي هونيك لبكرة الصبح. لازم يكون في حدا معه بالمشفى يا بنتي، مو معقول ابدا انه ينترك لحاله. ماشي بابا. يا لطيف، على مهلك ابني، على مهلك. شو نزلك من التخت؟ ما قلت لك ما تقوم لاجي؟ لسه ما صار لك شوي طالع من العمليه، دغري بدك تمشي؟ ما بعرف ليش ما عم تستوعب شو قال لك الدكتور. قل لي شو بدك وانا بروح بجيب لك اياه. لانه بالمره طلع في حدا لسانه اطول من لساني، لسه شايف؟ ما قلت لك لا تتحرك، بس انتوا الرجال كلياتكم مثل بعض، كبار الراس، ما بتعملوا غير اللي بدكم اياه. شفت هلا شو صار فيك؟ كل هاد من ورا عنادك. قلت له لا تتحرك من مكانك
وإذا بدك شيء أنا بجيب لك إياه. لا تستحي، نحن إخواتهم. بس عباس قال ما بده غير يروح يشوف الدكتور ليسأله إمتى بده يروح من هون. مازن لا تقلق بخصوص الطلعة من هون، بعدين أنا اللي بقوله هو اللي رح يمشي. جانا أنا كنت بدي. ليك مازن، طالما الدكتور ما أعطاك الإذن لتطلع لا تحلم تطلع لحالك. بس أنا ما بقدر أخذ إجازة طويلة، بدي أطلع أحسن ما يخصموني من راتبي. لك هلأ وقت هالشغلات مو شايف حالتك كيف؟ صحتك متدهورة على الآخر وأنت عم تفكر تروح على الشغل، شو بك؟ ارحم حالك شوي. شو صاير بالدنيا؟ لا مازن ما رح تروح على الشغل. خلاص بكفي، حاجة تنبهي. فيك تكملي محاضرتك أول ما ترجعوا على البيت. شوي فانديتا، قلك شغلة؟ انت ليش ما ترجع على الكلية؟ شوفي انت وقفتي عن دراستك بسببي، بس اذا بترجعي من جديد رح كون كتير مبسوط وما عاد حس بالذنب. بس اذا رجعت كفي دراستي بالكلية، مين اللي بده يدير باله على البيت؟ البيت قلنا الاثنين، لهيك المفروض انه نحن الاثنين نديره. ضل عندك مشكلة؟ لا ما في مشكلة، رح روح لجيب استمارة القبول. كتير منيح. شكرا كتير لك، شكرا. خذ الطبق وعطيه لهداك المريض. تفضل، وهي لمرافقتك. شكرا كثير لك. العافية. تعي معي بالأول. تفضل. هاي وقفي، ورجيني شو هالأكل الصحي اللي عم توزعوه. لك هاي وجبة، كم مرة صرت قايلت لك جيبوا أكل يليق بالبشر، مو بقايا أكل مثل هاد. شوفي هالخبزة، شوفي إذا بتضربيها براس بني آدم بتقتله بأرضه. وشوربة عدس كمان، لك بتبرمي بالصحن للصبح لتلاقي حبة عدس وتاكليها. بس يا مدام نحن. طيب انتي قلي لي، انتي بتاكلي؟ ولا لأنه ما حدا بيشتكي بتجيبي أي نوع بيطلع قدامك؟ تعالي معي. اسمعي شو رح أقول. هذا الشاب بيكون من قرايبيني، ومن هلأ رح تجيبي له أحسن أنواع الأكل، ورح تجيبي حصتي كمان، فهماني؟ بس هذا الأكل. بدك مصاري؟ استني، خدي هدول ويلي بيبقوا خليهم معك، مطالبة ترجعي لي الباقي، المهم ناكل أكل طيب. تعرفي صحي ببين عليك إنك قوية، بس أنت قلبك كتير طيب. خلاص خلاص روحي على شغلك. بيوجعوا لي قلبي لأنهم مساكين مضطرين يشتغلوا حسب التعليمات يلي بتجيهم. خالتي سكتي، ما في داعي تشكريني لأن ما عملت شي. تعرفوا شغلة، أنا بحبكم ولهيك عم ساعدكم، لأن بهمني تكونوا مبسوطي. تفضلي. إيها شفتي ما أحلاكي؟ روحي خدوا يلا، على بين ما تاكلوا أنا رايحة أعمل برمة بالمستشفى، لأن بتعرفوا ما بيجيني نوم بالمرة إذا ما تمشيت قبل النوم.
بعدك تعبانة؟ لحظة، أنا رايحة نادي الممرضة. لا لا، ما حدا بيقدر يعالج هاي السعلة يا بنتي. دوائي الوحيد من إيد رب العالمين، وما بتوقف السعلة غير وقت موت. بس بعيد الشر؟ ليش عم تقولي هيك؟ لأن بس أسعل كتير، بحس بوجع فظيع بصدري لدرجة أنه بحس أحياناً رح تطلع روحي مني، وبختنق وبضيق نفسي كمان. بعد شوي بصير أحسن. على كل حال، فيني أسألك سؤال؟ بس بدون ما تتضايقي. ما بتضايق منك، اسأليني. كونكم متزوجين، ليش مو لابسة طوق أو خاتم الزواج تبعكم؟ طالما سألتيني بكل صراحة، رح خبرك القصة مثل ما هي. عن جد انتو كتير حلوين مع بعضكم، بس يلي عم تعمليه ما في منه فايدة، ولا تتوقعي انك تتكافئي عليه شي. ما انه مهم نكون مناح مع الاشخاص اللي منحبهم، لان ردات فعلهم بتكون سيئة. هاد يلي استنتجته، انا عطيت كل شي بملكه لأولادي، قلت بيضلوا أولادي. بس يلي صار وقت جربتهم بالأزمات، ما حدا وقف جنبي وقال شبكي، مع أني ما قصرت معهم بالمرة. بس للأسف كنت مفكرة أنه رح نكون إيد واحدة، بس خاب ظني وضليت أنا لحالي، وعشت سنين لحالي ببيتي، ورح يصير لي 6 شهور هون. ما حدا قال لنطمن كيف صارت، بس أحياناً بيبعتوا مصاري مع حي الله حدا. وقت يلي شفتك حسيت إحساس حلو، واتطمنت إنه لسه في ناس طيبين والدنيا لسه بخير. لهيك رح أعطيكي نصيحة، وبتمنى إنه تنفذوها. إذا صار لكم فرصة تانية لتعيشوا سوا أنتي وياه، عيشوها ولا تترددوا. بس بدي أوصيكم تحافظوا على بعض، فهمتي؟ صار كتير منيح هلا، وصار فينا نخرجه إذا بده، بس بدي ذكرك إنه ما لازم يعصبه، هي تعتبر مسؤوليتك من هلا، أوكي؟ أوكي. دكتور أهلين. كنتي قالت لي إنه مازن صار بيقدر إنه. إي صحيح، بيقدر إنه يطلع اليوم، بس خلينا نكمل الإجراءات. طيب هلا بلحقك، بس لشوفه شوي. تفضل. شو؟ كيف صرت هلا؟ منيح كتير بابا. بس بدي روح على البيت. ايه خلاص، رح تروح اليوم على البيت. جانا، هدول تياب مازن، شوفي شو بدهم، لاني انا رايح شوف الدكتور لحتى نكمل الاجراءات انا وهو. يلا. شفتي ما قلت لك الرب رح يسمعك؟ وهاد يلي صار. زوجك طلع من المستشفى بعد يومين من العملية، مع انه مو حابة إنه تروحي، لأني تسليت معك، وما بعرف كيف راح أقعد لحالي، مع إني متعودة وصار لي عايشة لحالي فترة طويلة كتير، بس بهالكم يوم تعلقت فيكن وما حسيت بالوحدة. بتصدقوا عوضتوني عن أولادي. ونحن كمان حبيناكي وبعدك، بس اتعافى راح أجي وطل عليكي. عن جد؟ وأنا رح كون بانتظارك يا عمري، وأنتي تعالي معه. إيه؟
مشان ما تتضايق انا اجيت لاعمل لك الشاي. شو هاد؟ اجيتي مشان انا؟ يا ربي شو هالفوضى كلها؟ ما لي غير يومين طالعه من البيت، حلو ينعجق لهالدرجه هي؟ واخيرا صار معك وقت لحتى تجي تطلع على بيتك؟ فكرتك نسيتي زوجك والتهيتي بحبك لابنك واولاده. شو هالحكي؟ ليش انا فيني؟ بعدين هذا بيضل بيتي وهون برتاح، بس صار شوية شغلات خلتني ما أقدر إجي واليوم لفضيت. سوشنا، تتذكري وقت اللي تراهنا أنا وأنتي قبل ما تروحي إنه مين رح يشتاق للتاني أكتر؟ وقلنا اللي ما بيقدر يعيش بلا التاني رح يخسر الرهن، وأنا أنا اللي خسرت لأني ما قدرت أعيش بدونك. ما بتتخيلي قديش استفقت لك وحسيت حالي ضايع بلاكي. وطالما انت اللي خسرت الرهان شغلة منيحة، بس الحقيقة انه انا كمان ما ربحته. لاني اشتقت لك لسه اكتر ما انت اشتقت لي. البيت كتير وسخ، بيكون الشاي تخمر هلأ، رايحة شوف. يعني هاي الزيارة مو إلي لحالي، صح؟ يا سوشنا، يعني أنت ما قلتي لي شو جابك من الصبح بكير من دون ما تخبريني. شو يعني؟ صار بدي إذن من حضرتك إذا كنت حابة أني إجي على بيتي؟ لا أنا مو هيك قصدي. رحت لوصل بوني على المدرسة وأنا راجع زاد معي وقت، فقلت بجي وبشوفك شوي. وين جانو؟ شو رايحة اليوم بكير على الشغل؟ لا، هي بالمستشفى من امبارح بالليل. بالمستشفى؟ ايه سوشنا، مازن صار معه حادث من جديد. يلا ابني. بابا، انت خبرت ماما وشرفاني عن حادث مازن؟ صار لي يومين عم حاول اني خبرون، بس ما كنت لاقي رقم شرفاني معي. تعرفي المكان عالي كتير هنيك، ويمكن مشان هيك ما كانت تلقط الشبكة. يمكن يكون ربنا هو اللي رايد انك انت اللي تكوني جنب ابني مازن، وخاصة انه هو بهالحالة هي. لا لا، هذا التصرف مو صح. ما بيصير جانا هي اللي تروح معه على المستشفى وتدير بالها عليه كل هالفترة، لأنه إذا بتعرف شرفاني والله لا تعملها منا قصة. أنت بتعرفها نحن مو قدها. بس سوشنا، هلأ مو وقت أنك تفكري بهي القصص أبدا. مازن فات على المستشفى وحالته خطيرة كتير، وإذا أهله ما قدروا يكونوا جنبه شو منتركه لحاله؟ ويعني منخليه يموت بس مشان ما تزعل شرفاني إذا نحن وقفنا جنبه؟ فهماني عليك منيح، وأنا كمان قلقانة على صحة مازن، بس أنت بتعرف مازن وشرفاني لسه ما تزوجوا لهلأ، وبهيك حالة إذا بتضل جانا كل الوقت بجنب مازن وعم تدير بالها عليه، شرفاني ما رح تسكت عن هالقصة، وشوف شو رح يصير بجانا وقتها. المسكينة لسه ما لحقت تنسى جرحها، مو ناقصة هلأ لحتى ترجع تنجرح. سوشنا، أنت عم تحكي هيك هلأ لأنه هالشي بيتعلق ببنتك، بس فكري بالموضوع، لو كنتي انتي مكان بنتك ما كنتي عملتي نفس ما عملت؟ لا تلوميها لأنها مثلك وبطيبتك. ما رح تفهم علي، اللي بتشوفه الأم ما حدا بيشوفه، وخاصة إذا بيتعلق بولادها بتحسب كل خطوة ممكن تصير مشان تضمن يكون ولادها بخير. رايحي، الله يحميكم ويهنيكم بزواجكم. بصراحة يا أولاد ما عندي دعوة أحلى من هالدعوة لأدعيكم إياها. منشوفك. الله معكم. خالة؟ خالتي؟ شو عم بيصير معك؟
مازن يا ممرضة لو سمحتي تعالي. خالتي خالتي يا لطيف روحي نادي للدكتور. نادي للدكتور. يا ربي عم تطلع روحي يا ربي دخيلك ما رح يقدر يعمل شيء. صار لي 6 شهور وأنا عم عاني من هالسعلة. يا ربي كان لازم موت من وقت اللي ماتوا بنتي وجوزها. بس يبدو هلأ وقبل نهايتي الله بعت لي بنت وابن. رح أدعي لكم من نص قلبي الله يوفقكم. أخ الله يوفقكم اثنيناتكم ويهنيكم بعمركم يا أولاد. بس بدي تنتبهوا لبعض وما تفتروا ما تفتروا لو شو ما صار وضلوا سوا وحبوا بعضكم لآخر عمركم. طولي بالك خالتي. مازن مشان الله نادي الدكتور بسرعة. يلا فورا. خالتي 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 مازن تعال. خالتي مازن بعده هيك أنا كتير آسف العمر إلكم. مانوهار أه. جانا كتير مطولة لتجي لأنه ما عاد فيني أنطر أكتر. إذا ما رحت على بيت ابني على الوقت مانو كتير رح تقلق. سوشنا احكي لي شغلة بس بدي اياها من قلبك. انت عن جد حابة تروحي على بيت ابنك؟ رجعنا من جديد. شو بكي خليني كمل كلامي. بدي اعرف اذا انت عن جد مرتاحة بالقعدة هنيك ولا لا. قصدي انه انت مبسوطة معهم؟ انا كتير مبسوطة. انت عم تحكي وكأنه انا قاعدة عن شي حدا غريب. شو بك هداك البيت بيكون بيت ابننا. بعدين كلا كم يوم مو أكتر وبيرجع فينود من الرحلة وأول ما يرجع ما بتلاقيني غير جاي لهون ماشي. وهذا وعد مني لأنه حرام تضل كنتي لحالة هلأ ما بيصير. يمكن يلي عم تحكيه صحيح يا سوشنا بس مستغرب وحاسس إنه في شي بس أنتي مو راضي تخبريني فيه. وإذا ما خاب ظني هو بخص. لا تقلق علي أنا مبسوطة ومرتاحة طمن. يلا كفي أكلك. شانا أنا كتير عذبتك اليومين الماضيين وعن جد بفضلك أنت صرت أحسن ولازم تروحي على بيتكم وترجعي على الشغل لأنه أكيد بيكونوا الكل قلقانين عليكي. تتذكر مازن لما مرة وقعت عن البرندة؟ مع أني ما تأذيت كتير بس أنت وقتها ما رحت على الكراج لمدة يومين. ولما طلبت منك أنك تروح على الشغل شو قلت لي وقتها؟ قلت لي الشغل مو أهم من صحة الأشخاص الغاليين على قلبنا. وأنا رأيي من رأيك كمان بس الظروف كانت مختلفة. بس أنا وأنت لساتنا لهلأ ما تغيرنا يا مازن. ما فيني أتركك وأنت بهيك ظرف لأنك بحاجتي وما في حدا جنبك يدير باله عليك. وأنا هون لحتى أحضر لك أكل صحي لأن بابا مسكين ما بيلحق على كل شي.
لساتك هون؟ مو لازم تحكي على البيت تطمنيهن عنك؟ لأنه أكيد ما نهار بيكون هلأ كتير قلقان عليكي، صح؟ برأيي لازم تخبري لي يطمن. ماشي بابا، تفضل مازن. دير بالك عليها، ها؟ طمنيني بس توصلي. ألو بابا؟ هي أنا جانا. أهلين بنتي، أول شي كيفه مازن؟ بابا مازن كتير منيح، وعم بتصل لحتى خبرك إني جاي اليوم المساء، وأنا هلأ مع مازن وأبوه. إيه إيه بنتي، عادي. ليكي بنتي، أنت مانك مضطرة تشرحي لي شي، أنا واثق فيكي وبعرف إنك ما بتغلطي وما بتعملي غير الصح. يلا ديري بالك على مازن وعلى حالك، ماشي؟ وسلمي عليهم. ماشي بابا. لسه في شغلة لازم نتصل بأجيد كمان. الحادث ما كان سهل، وما فينا ما نخبر فانديتا، لأنه بس تعرف رح تزعل كتير إنه ما خبرناها، صح؟ أنا رايح أتصل فيه ونخبره. لا ما عجبني. ألو؟ ألو أجيد، معك أبوها لفانديتا. أهلين بابا، كيفك؟ بدي خبرك. أنتوا عرفتوا مين كان ورا هالشغلة هي؟ لا، الكل كانوا ناس غربة ومازن ما تذكر وجوههم بشكل منيح. كأني أنا بعرف مين بيكونوا هن. بعرف مين الزلمة اللي حكى معه ودباره عندي. والله لخليه. لا أجيد، ما بدنا نعمل مشاكل. اللي بيهمنا إنه مازن يتعافى بسرعة ويقوم بخير وسلامة. بعدين منرجع منشوف شو بدنا نعمل. المهم نطمن على وضعه. أجيد، جانا عنا من وقت الحادث لهلا، وقاعدة لحتى تدير بالها على مازن. ولهيك ما رح تقدر تروح على الشغل. فإذا فيك توصل هالرسالة للمدير تبعكم. خلص بابا، أنا بخبره. ماشي. بوني كانت عم تبكي من كل قلبها، ما بعرف كيف ساوي. وكتير خفت وقت اللي شفتها، وما عرفت شو لازم ساوي وقتها. مانو، شو القصة؟ ليش كتير معصبة؟ ايه انا معصبة، لانه كان لازم تروحي على مدرسة بوني لتجيبيها. وين كنتي لهلا؟ انا كنت قاعدة هون ومعتمدة عليكي، وانتي نسيتيها وما جبتيها، وما عرفت غير لاتصلوا فيني من المدرسة وقالوا لي تعي خذي بنتك لانه لساتها هون لهلا. ما بتتخيلي قديش رعبت وقت حكوني وما عرفت شو بدي اعمل. بعدين مو معقول كل شي مطلوب مني أنا وحضرتك قاعدة على الرف، كان لازم تخبريني لروح جيبها، مو تحطيني بهيك مشكلة. بس لحظة، طولي بالك، لأنه مو فهماني عليكي شو عم تحكي. هدي شوي. بعدين أنت فهماني القصة غلط، لأنه وقت اللي رحت من هون مع بوني لوصلها خبرت الأخت راسيلة إني رايحة، وقلت لها رح مر على البيت شوي، وإني ما رح روح على المدرسة لجيب بوني، مو هيك صار؟ شو قلتي؟ لا ما حكيتي لي شي عن هالموضوع. ما قلت؟ صح، انتي قلتي انك رايحة على بيتك تطلي على جوزك وبنتك، وبالعلامة قلتي بدك تتأخري. ايه، وانا مشان هيك فكرت انك رح تجيبي بوني طالما انك رح تتأخري، بس ما توقعت انه ما تروحي على المدرسة ابدا. بس انا. ليكي ماما، اعملي كل اللي بدك اياه، انتي حرة وانا ما رح وقف بوشك، بس على القليلة خبريني شو عم تعملي لحتى أعرف كيف اشتغل شغلي من دون ما أعتمد عليكي. تعرفي إنك اليوم كتير لبكتينا وموتينا رعبة كمان، وبوني يا حرام كتير بكت، ومن وقت إجت لهلأ وهي خايفة وعم تبكي، وهذا بسبب إهمالك واستهتارك، وهالشي مو صح.
انسى صديقي، بكرة بتلاقي ألف بنت بدالها. اسمع مني وبلا ما تضيع وقتك على هالشغلات الفاضية، الحب مانو كل شي بالدنيا، لازم يكون عندك هدف أهم مثل المصاري والسلطة، عم تفهم؟ وبكرة رح ترجع لكلامي، ومع مرور الأيام رح تشيلها من بالك كلها. تفضل بقدر ادخل؟ فوت يلا بشوفك المساء. شوفي أجيت أستاذ، مازن صار معه حادث. طب شاف يلي هجموا عليه؟ لا أستاذ ما شاف حدا منهم، بس أنا بعرف مين ورا هالعملة هي. قصدك سالوخي مو هيك؟ إيه، وأنا متأكد إنه هو. ما بيكفي هالشي، بدك دليل، ولا تعمل شي بدون ما تشاورني. هلأ اترك لي الموضوع إلي وأنا رح أتصرف. ماشي أستاذ. استنى، روح وخبر المدام إنه مازن بإجازة. أستاذ جانا هلأ. أنا آسف، قصدي المدام موجودة مع مازن، وهي ما تركته من أول ما صار معه الحادث لهلا. هي أجيت، بدي أطلب منك بس ما تنزعج. تفضل أستاذ. يلي سمعته عن المدام وعن مازن ما بعرف إذا هو. بصراحة يا أستاذ هاي شغلة شخصية، بس أنت شخص لطيف كتير، لهيك رح أحكي لك كل شي عنه. شي رائع. لسه في ناس هيك؟ أنت روح هلأ وأنا بتوكل بالموضوع. هلأ بحاكي سيد درويش وبنشوف شو رح نعمل بهالخصوص، وببقى بخبرك. كتير حلو، قصتهم كتير غريبة ورائعة، تضحية كل شي بحياتهم، مع إني ما بآمن بهاي الشغلات. بعرف انك عم تكابر على حالك مشان ما تطلب مساعدة من حدا. جانا انا مازن، من يوم يومك ما بتحب حدا يساعدك بشي، بس انا ماني غريبة عنك لهيك لا تخجل مني. تفضل، هاي جبت الاكل لاكل معكن. حاكم بتعرفوني، ما فيني ابلع لقمة وحدة إذا كنت قاعد لحالي عم اتغدى، فكيف إذا أمك ما لجنبي وما عم اسمع كلام المسموم اللي متعود عليه، لأنه هو بالعادة بيفتح شهيتي. شوفي بابا، ليش عم تضحك؟ تذكرت شي؟ تذكرت لما جانا وقعت وأمك ركضت فيها ما عرفت شو بدها تعمل. بابا، شو اللي بضحك بالموضوع؟ أنا عم أضحك كيف وقعتي وكيف سافيتا وقتها دارت بال عليكي وأخذتك على الحمام وما عرفت أي نوع دواء بدها تعطيكي ورجعت عطتك دواء ما له علاقة بشي. تتذكري هالشي؟ إيه بابا. ليش فيني أنسى؟ كانت أول مرة بلمس حنية ماما، ومن وقتها صرت حبها وأتعلق فيها. أنا كتير بحبها رغم كل أطباعها وغلاوتها لسه مثل ما هي، بس دايماً بسأل حالي شو كان صار فيي لولاها. يا لطيف الزمن، بتقول هالشي كان مبارح. يا حبيبتي الأيام عم تمشي بسرعة، بس الذكريات بتضل معنا وما بتفارقنا ولا لحظة.
ليكي بهافنا، تركت نظاراتي بالغرفة، لو سمحتي جيبي لي اياهم. ما تروح تجيبها، شو ناقصك؟ ايد ولا رجل؟ بصراحة كنت رحت جبتهم لحالي لو كان عندي رجلين امشي عليهم. ماما برشا برشا انا ما بعرف مو قصدك لهيك، لا تعاقبي حرك لانه هالمره مو غلطتك، بس انا جرحته بدون ما اكون قصدي هذا الشيء. برشا انا ارتكبت اكبر غلطه وقت اللي ما سمعت كلامك اول ما قلتي لي، ولو اني انا تخليت عن انانيتي بهداك الوقت واجيت قعدت عندك ما كان صار اللي صار معنا، هذا كله من وجع الانفصال. صح هو ما بيعبر عن مشاعره، بس هو كتير متعلق فيكم انتو الاثنين، وهذا اكتر شيء اثر على صحته واللي انا السبب فيها. انا المسؤولة الوحيدة والحق علي، لان كل اللي صار معه كان من وراي. لا تقولي هيك، وما دخلك، هي مشيئة القدر، واللي صار مع بابا كان مجرد حادث، بس أنا متأكدة إنكم رح تقدروا تغيروا الوضع للأحسن، ورح يجي يوم يستعيد بابا في عافيته ويوقف على رجلي من أول وجديد. خلاص حلو الحماية وكنتها قاعدين مع بعضهم وتاركيني، شو ما بدكم تقعدوا معي يعني؟ أنا آسفة مو قصدي. ليكي بهافنا، صار لنا 30 سنة مع بعضنا وصرت بعرفك كتير منيح، وبعرف انه مو بقصدك حكيتيني هيك. وطالما انا ما انزعجت، ليش مزعوجة لهالدرجة؟ يا ما وقفتي جنبي على الايام الحلوة وعلى الايام المرة، ولهيك بعرف انه ما رح تتركيني بهيك ظرف. بابا بكفي، ما في داعي تكون عاطفي لهالدرجة، ما في داعي أبداً، بعرفك عم تلهينا لحتى تنسينا دوا المرتبعك، أنا بفهم عليك، بس ما حذرت ما رح تاكل بعقلنا حلاوة. شايف يا بهابنا، كنتك تعلمت منك كيف تعرف تمزح وتنكي. مدام هيك رح روح جيب الدواء. طيب. هلأ وصلنا على البيت، انت بتحب بيتنا كتير لهيك رح تنبسط، تعا نفوت، تعا يلا، تعا حبيب قلبي، يا أزعر، شو هاد؟ وين رايح هذا السكير وتارك باب البيت مفتوح؟ هلأ بشوف أنا بورجي، عن جد مو معقول هالزلمة رح يجيب لي الجلطة. إيه لو دب كان فاق من هالسبات تبعه. قوم. انتوا رجعتوا؟ ايه نعم رجعنا، في حدا بينام وبيترك باب بيته مفتوح؟ ها؟ شرفاني؟ خير شرفاني؟ أمي مين اللي عمل هيك بابني؟ تعالي هلأ بحكي لك كل شيء. ليش هيك صار؟ بس لا تفيقي، خلينا هيك. كيف عم تقولي وضعه منيح؟ مو منيح، لا أنا شفته. رح أقول لك كل شيء بس أنتي اهدي شوي. أمي في شخص تهجم على مازن من يومين. أمي خليني أشوفه، خليكي هون شوي، بعرف مشغول بالك عليه، بس هو هلأ نايم ولازم يرتاح ليقدر يتعافى ويستعيد صحته من جديد.
وبده عناية كتير، وقال للدكتور إنه عقد ما خلينا يرتاح عقد ما تعافى وقام بخير وسلامة. معقول يصير معه هيك وما حدا منكم يخبرني لو بمكالمة؟ حاولنا بس سافيتا، أنا حاولت أحكي على التليفون مع شرفاني كتير بس ما كان الخط يعلق. كل هاد صار بسببك انتي. حياته كانت ماشية وما في أحلى من هيك، وبعمره ما عاد حدا من رفقاته، بس بسببك انتي صار سالوخي ألد أعدائه ووصل الانتقام بيناتهم لهالدرجة. الحمد لله أنه ما صار له شيء ومرقت هالمرة على خير، ولو أنه مات كنتي انتي المسؤولة عن هالشغلة وما حدا غيرك نزع له حياته. بسببك مازن تغير وصار يتخانق مع الناس. حلي عنه، ما بيكفي المصايب اللي اجته من وراكي. تفضلي احكي، شو بدك مني؟ جبتك لهون مشان تحكي على راحتك، لأنه مازن نايم وما بدي اياه فيه. يا ريت نتفق مشان مازن. طبعاً هي إذا هاممتك صحته عن جد. اتفقنا؟ كبري عقلك ومو وقت الغيرة. أمي أعطيه الدواء بمواعيده. أنا كتبت لك إمتى لازم ياخد الدواء وكتبت مواعيده. صح، قال الدكتور لازم تطعمه أكل معين، وكمان كتبت لك شو يأكل، بس أهم شي لازم يرتاح منيح وما لازم يقوم من التخت لمدة يومين، وهي رح تكون مسؤوليتك لأنه الدكتور وصى أنه ما يروح على الشغل هالفترة. ويا ماما أنت بتعرفي ابنك قديشه كبير راس، لهيك إياكي توافقي معه وتخليه يطلع. انتبهي عليه منيح والله يعافي. وافي جانا. يا بنتي انتي فضلتي علينا مرة تانية، ما رح انسى لك هالمعروف. امي انا ما عملت غير واجبي، بعدين انا ماني غريبة لحتى تشكريني. هاد رد على العشرة الحلوة اللي كانت بيناتنا، وهيك الدنيا دائما، مرة انتي بتقدمي لي شي ومرة انا بقدم لك شي منيح كتير. هاد حال الدنيا. بعدين انا عملت هالشي كرمالك انتي وكرمال ابي، وبكرة رح يجي يوم تقدموا شي لإلي ويكون لمصلحتي. بحبكن. بابا انت عامل الشاي؟ هاتو. لا خلص مشي الحال، هلا بتعدي وبدوقي الشاي تبع ابوكي. ها كانه فايق اليوم بكير. ايه فقت بكير وحسيت حالي كتير متنشط، فقلت لاقوم اعمل شاي. تفضلي تعي. شكرا بابا. بنقعد برا وبنحكي. تعالي جانو، طمنيني كيف صار مازن هلا وشو قال الدكتور عن وضعه؟ بصراحة هو هلأ منيح، بس بده يضل بالتخت يومين لحتى يتعافى. يومين؟ طيب مين في مع مازن هلأ؟ ماما وشرفاني معه. شرفاني؟ ليش هي شافتك انت ومازن مع بعض؟ اكيد عملت لك قصة وزتك بالحكي، ما هيك؟
هاي الشغلات ما عاد تأثر فيني أبدا، لأني غيرت وجهة نظري بالأمور وما عاد دققت على هيك تفاصيل ما بتنفعني بشي. شو؟ بابا الماضي علمني ما دقق على شي راح وما عاد يرجع، لأن ما رح استفيد شي أبدا وما رح يجيني من ورا ذكرى غير وجع القلب وبس. اللي تعلمته أنه نوقف جنب كل واحد من دون ما ننتظر شي، لأن إذا بيوعى على غلطه وبيصححه بتكون أحسن مكافأة بتوصلنا، لأن هذا التغيير رح يغير حياة الشخص الآخر. بعدين عملت كل هالشي مشان شرفاني. جانو اللي عملتيه اليوم هو الصح بعينه، وما تندمي إنك عملتيه، وأنا هلأ اطمنت إنك تغيرتي لهالدرجة، لأنه هذا التغير رح يخليك تكوني أحسن، ومن هلأ وطالع ما عاد أكل همك أبداً، لأنه اتعلمتي ما تسكتي عن حقوقك. نسيت قلك، إجت أمك وأنتي مو هون وقال هي كتير مشتاقة لك، إيه؟ وقال مشان تحاكيها لحتى تطمن عليكي، لهيك قومي احكي معها وخبريها شو صار معك. لا بابا أنا مو ناوية احكي معها. شو؟ أنا رح روح شوفها شخصيا لأني مشتاقة لها، وبلكي بقنعها تيجي معي على البيت. بجيبها هي والولاد. جانا جانا راحت يا مازن. شفت شو عملت بحالك يا مازن؟ كنت عارفانة هيك رح يصير معك، بس إن شاء الله تكون اقتنعت بعد ما شفت شو صار فيك. الشخص اللي مشانه كنت رح تضحي بحالك، عايش بأمان ومرتاح وما حدا طلع خسران غيرك أنت. لك حتى ضحيت بسمعتك بالمصنع وهالشي مو لصالحك، متخيل حجم المشاكل اللي صارت جايتك من ورا هالشغلة؟ شرفاني الإنسان ما بيتعلم غير من أخطائه، لهيك لازم يجرب على طول لحتى يعرف يستفيد من حياته، ومشان ما يكرر نفس الأخطاء اللي ارتكبها من قبل. لهيك بتمنى تكبري عقلك، لأنه جانا ما أذتك وما جرحتك من أول ما عرفتك لهلأ، وقلت لك أكتر من مرة ما تخافي ولا تتحسسي منها، بعدين لولاها كنت ميت هلأ، لأنه هي اللي أخذتني على المشفى وضلت واقفة معي، ولو كنتي مكانها أنا متأكد رح تعملي نفس الشيء. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.